اكيد هنتكلم على اعضاء نادي الزمالك. الفتره اللي فاتت كان ليكم جولات كتيره وسط الاعضاء، ايه ابرز المشاكل اللي سمعتوها متكرره من اعضاء كتير وشايفين ان انتوا كقايمه لازم يكون ليها حلول سريعه، ايجاد حلول سريعه؟ ندره الملاعب مثلا، مشاكل مع الاجهزه الاداريه والتدريبيه اللي في النادي، مستوى ال انفراستراكشر، البنيه التحتيه اللي في الموجوده في النادي، سواء حمامات سباحه، ملاعب، حتى الاعضاء العاديين اللي جايين بيقعدوا وينبسطوا كده. النجيل صناعي، مين عايز يقعد على نجيل صناعي؟ بتروح نادي وتقعد اوبن اير عشان نجيل صناعي؟ فالحقيقه اللي عمل النادي مش مهندس. يعني انا مبادره شخصيه، انا هحكي لكم على حاجه. انا لما انتخبت في 2014 الحقيقه كان عجباني جدا تجربه المهندس حسين صبور، فبمعرفتي بعيلته ابنه كلمته قلت له المساحة تحدد لنا ميعاد مع المهندس حسين، والراجل الحقيقه شاكرا. انا فاكر كان الله يرحمه كانت رجله مكسوره وقعد في البيت، وقابلنا انا واحد اعضاء مجلس اداره مصطفى سيف العماري لو حاجه، ورحنا وقعد اتكلم معانا على النموذج اللي هو عامله في نادي الصيد، وشرح لنا ايه اللي المفروض يتعمل، ولازم تسالوا الاعضاء ولازم تشركوا الاعضاء، وقعدنا نفكر في تراك للمشي ومش عارف حاجه رياضه لجميع الاعضاء ونعمل الاعداد ازاي، ملاعب الكروكيت، كل الكلام ده قعدنا اشتغلنا عليه. واللي كان بعدها باسبوع انا داخل النادي لقيت رئيس النادي جايب رمل وطوب وبيعمل كنب في النادي. ده حقيقة، مش انا بقول كلام ده الناس تشهد عليا. يعني ايه ده حضرتك؟ ما احنا بنعمل فيه نروح مهندس وماستر بلان ونعمل حاجة ونجيب شركة تنفذ الكلام ده. لا لا لا، فيش وقت مش وقت. هي دي الطريقة اللي كان بيدار بيها نادي الزمالك، مهندس و محامي واصغر مؤلف قانون واصغر يعني كل حاجه، فخلاص هو مقتنع بكده، فهتناقش في ايه ولا تقعد في مجلس اداره ليه؟ عشان كده المجالس الاداره اللي موجودين اللي كانوا في 10 سنين اللي فاتوا مجالس ما تحسبش انهم مجالس اداره وما كانوش اعضاء مجلس اداره. ناس انا هقول لك موضوع تاني، مش عايز ارجع لورا، انا بحب يعني اتكلم على، بس مراره اللي ورا يعلمك للي قدام. كنا قاعدين مره في مجلس اداره، قعدنا حضرنا كلنا، وبعدين هو كان عنده ميعاد فقال بعد تلت ساعه كده قال انا ماشي رايح الميعاد ده وجاي لكم. تمام. قعدنا راس الاجتماع المستشار احمد جلال، وقعدنا واحده من اجمل وامتع جلسات مجلس اداره، بناقشنا كل بند موجود وقعدنا قولنا ارائنا واتكلمنا وكل الحاجات دي. وبعدين في الاخر وصل رئيس النادي، دخل مسك الورقه، ده لا وده لا، ده هنعمل كده وده مش هنعمله. حتى انا بصيت له وضحكت، قلت له طب ما خلاص ما تعمل انت قرارات بتاعنا على البيت. يعني مفيش اداره مؤسسه، اداره فرديه، وهو المسؤول الاول عما وصل الى النادي النهارده. يعني لو في حد يتحاسب هو رئيس مجلس اداره. والحقيقه الاعضاء انهم فضلوا، يعني انا استقلت بعد 3 4 شهور، انت قاعد ليه؟ عشان تعمل ايه؟ اذا كان تاخدش برايك، اذا كان ما بيتقالكش ايه اللي بيحصل، يبقى انت قاعد ليه؟ فانا مش يعني مش قادر ما لومش الناس اللي كانت موجوده كمان، انتوا وصلتوا النادي الى حاله يعني حاله شبه افلاس. طب ازاي؟ لا يعني اغرب من كده، الناس من المجالس السابقه بتعيد ترشيح نفسها من النجاح المذهل اللي عملوه. يعني يا جماعه ده اللي اختشوا ماتوا. يعني ازاي تيجي في بالك حاجه زي كده؟ يعني انا مش عايز افتكر اللي فات لانه صعب ومرير، 10 سنين من تجريف وتدمير لنادي اكبر قلعه رياضيه في مصر اللي هو نادي الزمالك. عشان كده بقول لازم يبقى في محاسبه، ولازم حتى الجهات الرقابيه لازم تحاسب المسؤولين عن الكلام ده.